لما ساعه ما الهيئه الوطنيه للاعلام قالت ان احنا بشرى صدر للجماهير وهنفرجهم على مباراه الاهلي والترجي بتقنيه اتش دي وهيبقى في 22 كاميرا في الملعب والمخرج اسامه الهواري هو اللي هيتولى المهمه الوطنيه دي، قلت ربنا يستر لان الموضوع مخيف وواضح ان احنا هنكون قدام تجربه عظيمه جدا قد تؤدي الى العمى، وده فعلا اللي احنا كنا قدامه في مشاهده مباراه الاهلي والترجي التونسي. الوضع كان صعب جدا عزيزي، خلي بالك انت مركز انت في المباراه واتطردت عليها الشتي، واحنا بنتكلم على الصوره اللي احنا مفترض ان احنا بناء عليها نعرف نتفرج على الماتش كويس. الصوره كانت زي الزفت وكان في اضاءه اخضر فاتح زياده عن اللزوم غير الكلام الكتير اللي جوه الماتش. طب تعال نتكلم جوه الماتش بقى. مبدئيا عزيزي مشجع الترجي اللي حاسس ان انت مظلوم واللي حاسس ان انت في فساد تحكيمي والكلام ده، لا يا اسطى الكره ضربه جزاء وطرد لرياس شتي. على فكره انا من الناس اللي كانت بتقول ان الكره ضربه جزاء بس مش طرد، بس لما سالت اصحاب حكام ليا الناس قالوا لي في 2016 الفيفا لغت فكره العقوبه الثلاثيه وهي الطرد والايقاف لمباراه وضرب الجزاء، بقى ضرب الجزاء والطرد في حالات منها حالات التعمد وحالات الايذاء وحالات السلوك الغير رياضي. هنا الحكم شاف في لقطه الياس شتي ان هي لقطه تعمد ارتكاب الخطا، ودي اللي قعدوا يتكلموا فيها حوالي 6 أو 7 اعادات، دي اللي الكره اتعادت عليها كتير. حته هل الياس شتي تعمد ان هو يعمل فاول على لاعب الاهلي طاهر محمد طاهر ولا لا؟ عادوها من البدايه من قبل ما يخشوا منطقه الجزاء، لو ان الياس شتي كان عنده فعلا نيه التعمد ان هو يعمل خطا على طاهر محمد طاهر، فبالتالي يجوز للحكم ان هو يحسب ضرب الجزاء وان هو يديله كمان طرد، يجوز هنا انك في الحاله دي تعمل عقوبه وعقوبتين، اسف ضرب الجزاء وكمان كارت احمر للعيب اللي هو ارتكب المخالفه وهو الياس شتي. وبعدها الدنيا اتغيرت في المباراه. ال 35 دقيقه اللي قبل طرد الياس شتي غير المباراه كلها بعد طرد الياس شتي، لان قبل طرد الياس شتي نوعا ما كان فيه ترجي ماسك الكوره بيحاول ان هو يسجل، طبعا رامين الليله كلها هجوميا على حمدي الهوني زي ما اتفقنا المباراه اللي فاتت ان الترجي بيلعب في فرده واحده بس، والفرده الثانيه مفترض ان يشيلها حمدي النجاز لوحده علشان خاطر توجيه لعيب نوعا ما على قده في الواحد على واحد ومش سريع ومش هداف. فالفكره كلها ان انت تكون رامي كل حاجه على بن رمضان وبالغيط في نص الملعب، وعلى الاطراف هتبقى رامي كل الثقل الهجومي بتاعك على حمدي الهوني ناحيه الشمال. الياس شتي مش هيسنده هجوميا، هيسيب له الحته دي لوحده علشان هيميل عليه بن رمضان وهيميل عليه بالغيط، علشان اتكلمنا في ال 4-1 4-1 اللي بيحبها جدا معين الشعباني. كل الكلام ده حصل فعلا اول 35 دقيقه، بس كل ده اتبخر بعد اللقطه اللي طار محمد طاهر عرف ياخد ضربه جزاء من الياس شتي، ووقتها علي معلول بيخش يسجل الهدف الاول علشان خاطر معلول يعلن كده ان خلاص الترجي بره البطوله رسميا وان الترجي ما عندوش اي فرصه ان هو يرجع في النتيجه 1-0. الترجي كده محتاج 3 أهداف علشان خاطر يمر، والترجي اساسا كان بيعاني ان هو يسجل هدف، فالدنيا بالنسبه للترجي انتهت تماما. وقتها موسيماني قال لك طب ما انا محتاج اغير من اللعيبه اللي عندها انذارات واللعيبه المجهده شويه، اطلع هنا طاهر محمد طاهر وانزل مكانه حسين الشحات في بدايه الشوط، ويلا ياسر عايزين نلعب رامي ربيعه شويه، عايزين نلعب وليد سليمان، وعايزين كمان نحط كده اجاي، ويلا يا جماعه مين حد جنبي على الدكه عايز ينزل يا جماعه. وقتها الاهلي بيخلص بهدف محمد شريف الهدف الثاني اللي من مهاره ولا اجمل ولا اروع ولا امتع، محمد شريف بيحطها بكل هدوء في المرمى بتاع المعز بن شريفيه اللي احنا متفقين مع بعض ان لو شاط عليه كل دير فهيخش. فالهدف الثاني خلاص كده كده المباراه كانت منتهيه بعد هدف معلول، والهدف الجميل جدا اللي بيحرزه حسين الشحات علشان خاطر يبقى الهدف الثالث للاهلي والهدف الاول لحسين الشحات وهدف عوده الثقه لحسين الشحات. تخيل يا جدع بنلعب نص نهائي دوري ابطال افريقيا وبننزل حسين الشحات وجونيور اجيا عشان خاطر يرجعوا الثقه. عزيزي في حاجات ما بنتمناش ان هي تكون جميله جدا بالقدر اللي احنا بنشوفها فعلا جميله جدا على ارض الواقع. فيه كلنا كنا مرعوبين من الترجي ينزل سيناريو يسجل الهدف الاول في اول دقايق ويسجل بعد كده الهدف الثاني ويرجع نفس النتيجه، لا احنا دلوقتي واجهنا السيناريو الاجمل بالنسبه لنا. الترجي لعب غلطة واحدة بس قدرنا نستغلها، خلاص خدنا الجيم وخلصنا وضربناهم بالكرو. وهي الكورة كده عزيزي اللي بيغلط بيلبس في الحيط واللي يضيع يستقبل، وده اللي حصل عزيزي. هم غلطوا والياس شتي لبس الفريق ضربة جزاء واحنا قدرنا ان احنا نستغل الكرة دي، والغلطة دي اجمل واحلى استغلال في عالم كرة القدم. سجلنا 3 أهداف وخلصنا المباراة وريحنا اللعيبة بتاعتنا واعطينا فرصة للبودلة ان هم ياخدوا ثقة وياخدوا نفس شوية زي كهربا اللي كان محتاج النفس ده جوه الملعب، وحصل. يعني حاسين احنا طالعين من المباراة دي كسبانين كل حاجة حرفيا. اما لو انت برضه لسه مقتنع ان انت مظلوم تحكيميا
فلا يا اسطى كمل انت مع نفسك بقى يا عزيزي. اما لو انت لسه مشجعين الاهلي لسه معانا في لحد دلوقتي في الفيديو، معلش يا اسطى انزل اعمل لايك او سبسكرايب، احنا خدنا كل حاجه عايزينها من المباراه وكنا بنحلم بالتاسعه، الحمد لله ربنا رزقنا بالتاسعه والعاشره في سنه واحده عزيزي، يير واحده، مش مهم الاداء الجميل والمتعه الكلام ده تروح تتفرج عليه في السيرك، احنا اهم حاجه اغلي فوتبول مقفلين قدام الجون، شيلناه بيتالق اديله مرتدات يابا، هو ده اللي شغال معاه. وانا قلت لك قبل كده عزيزي القديم معايا، اتمنى ان انا في يوم من الايام اشوف خط هجوم الاهلي في محمد شريف وفي كهربا وفي كمان طاهر محمد طاهر، لان دول هتقدر تلعب عليهم مرتدات، والحمد لله حلم اتنفذ في طاهر ومحمد شريف، ان شاء الله ربنا يهدي كهربا بنفسه ويكون هو الجناح الثالث معاهم علشان خاطر كده يبقى كل حاجه اتمناها حصلت، وبما ان كل حاجه اتمناها حصلت فكفايه لحد كده عزيزي.